طيب مشاهدينا نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات. معنا النهارده مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، منها افتتاح أول محطة لإنتاج البايوغاز في إنا، وأيضا تنفيذ 40% من المرحلة الأولى لمشروع محور الفشن في بني سويف، وانطلاق فعاليات مبادرة لتسكنوا إليها لتيسير الزواج في الفيوم، وأخبار تانية كتير في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من إنا اللي تم فيها افتتاح أول محطة لإنتاج الوقود الحيوي البايوغاز. المحطة مقامة على مساحة 800 متر مربع بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بإجمالي استثمارات 7,700,000 جنيه. المحطة بتستهدف توفير مصدر جديد ونظيف للطاقة لتوليد الكهرباء وإنتاج سماد عضوي نقي لحماية البيئة من التلوث. في بني سويف تفقد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم سير الأعمال بمشروع محور الفشن الحر على النيل، واللي بلغت معدلات التنفيذ في المرحلة الأولى منه 40% بطول 8.5 كيلو متر في المسافة من كوبري الصحراوي الشرقي ولحد كوبري الزراعي الغربي. في سوهاج أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي إنها تعاونت مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ 9,000 عملية قلب وعيون لصالح المرضى غير القادرين من قرى ونجوع المحافظة، وده من بداية 2019 ولحد دلوقتي. في أسيوط أعلن الدكتور شحاتة غريب القائم بأعمال رئيس الجامعة إطلاق فعاليات مبادرة حياتك تهمنا للتوعية ضد مخاطر حوادث الغرق، وده بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسيوط وبيت العائلة المصري. في الفيوم شهد الدكتور أحمد الأنصاري بدء انطلاق فعاليات مبادرة لتسكنوا إليها بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة. المبادرة هدفها مواجهة غلاء المهور وتيسير الزواج، وكمان التوعية بكافة القضايا المجتمعية والأسرية ونشر المنهج الوسطي لتعليم الإسلام. في الشرقية أعلن العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام للمحافظة عن الموقف الحالي لمنظومة التقنين، وقال إنه تم الانتهاء تماماً من تحرير 10,505 عقد بمراكز المحافظة، العقود اللي من المنتظر تحريرها حوالي 1,770 عقد. وقال كمان إنه لجان الفحص والمعاينة بتواصل عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية وإبرام العقود الخاصة بها. في الغربية انطلقت من جامعة طنطا قافلة طبية لقرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف العلاج بالمجان، وده بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة بتستهدف توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج ل 1,454 مواطن من أهالي القرية. في كفر الشيخ وافق المحافظ اللواء جمال نور الدين على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام ل 235 درجة، والثانوي الخاص والمنازل ل 140 درجة، وده استجابة لأولياء الأمور والطلاب. في شمال سيناء بيواصل الهلال الأحمر المصري تقديم القوافل الطبية للمواطنين بالقرى طبقاً لبروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر ووزارة الصحة، وخلال تلك القوافل تم توقيع الكشف على 658 مواطن في 3 قرى بالمحافظة. وامبارح استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لتعزيز التعاون بالمجالات الصناعية والاستثمارية، وخلال اللقاء تم بحث التعاون المشترك لدعم صناعة الأساس، وده من خلال تحقيق التوأمة بين مدينة دمياط للأساس ومدينة شاندا الصينية.